السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة علاء الدين محمود، أنا مدير فندق سنتيدو مملوك بلس ورئيس لجنة سياحيين في الغردقة. البرنامج ده أنا عامله عشان يعني عندي فكرة يا رب تعجب الناس ويا رب تتنفذ، هتساعد جامد جدا في تنمية السياحة وزيادة عدد السياح في مصر، وهيبقى عندنا مهنيين كويس كتير. طيب انا دوري النهارده في الحلقه دي عايز اقول ان النهارده ايه دور الدوله بقى في تعزيز السياحه. الدوله بتعمل حاجات كتيره، بس احنا في شويه قرارات كده محتاجين ان احنا نفتحها دلوقتي وياخدوها ذو الخبره ان هم يشتغلوا عليها. اول حاجه الحلقه النهارده اسمها العماله المحترفه. ازاي يبقى انا عندي عماله محترفه؟ اسأل اي حد في اي فندق في جمهورية مصر العربية هيقولك ان هو عنده مشكلة في العمالة الصغيرة وعنده مشكلة في العمالة المحترفة العمالة المثقفة. طبعا السياحة محتاجة عمالة مدربة محترفة مثقفة. طيب النهاردة الفكرة اللي عايز اقولها ايه؟ عايز اقول ان النهاردة سنوي سياحة وفنادق، سنوي سياحة وفنادق ده احنا محتاجين نعلم الطلاب دول في الفنادق بدل المدارس. هو ليه مدرسة؟ هيدرس نظري في المدرسة يطلع عملي في حتة تانية. طب النهاردة هو اللي بيخش السياحة وفنادق ده معهد سياحة وفنادق ولا مدرسة ثانوي في السياحة وفنادق، هو اصلا داخل عشان يشتغل ايه؟ هيشتغل في السياحة والفنادق. طب هو يعني بعد 5 سنين دراسة او 3 سنين دراسة هيرجع يبدأ من اول وجديد تاني ويتعلم من اول وجديد تاني؟ مش بيشتغل كتير في الفنادق. فالنهاردة الفكرة اللي انا عايز اقولها ان احنا النهاردة المدارس الثانوي لازم ثانوي سياحة وفنادق لازم تكون بتدرس في الفنادق او شركات السياحة لو هو عايز ارشاد او عايز وتبر التخصص ايه. طيب النهاردة البلان ايه او الخطة ايه اللي انا عايز اقول عليها النهارده؟ مين شلها النهارده؟ ان انا عايز وزاره التربيه والتعليم تنسق مع وزاره السياحه على عمل حصر باعداد الدفعه الاولى وعمل خطه وتوزيعهم على الفنادق والشركات السياحه بالتوزيع الجغرافي زي التنسيق بتاع الجامعات بالظبط. 2 عايز وزاره التربيه والتعليم بترفع درجات القبول في السياحه وفنادق مدارس الثانوي في السياحه وفنادق. ليه؟ عشان يبقى ليه أهمية. وبعدين كمان يعمل ايه تاني؟ نعمل كشف هيئة. ليه؟ لان انا نهاردة انا عايز اعمل منتج سياحي جيد، فالمظهر العام بالنسبة للموظف بتاع السياحة اللي بتعامل مع السياح لازم يبقى المظهر اللائق، زي ما بختار في الشرطة وبختار في الجيش وبعمل كشف هيئة البدن والصحة وكلام ده، انا عايز اشوف الكلام ده برضو مع المظهر العام الجيد، يبقى انا بنتقي اللي جايين يقدموا في سياحة وفنادق. زائد اللي هيجيب اللي بقى جايب مجموع ثانوي عام ويجي يلتحق بثانوي سياحه وفنادق يبقى حابب الشغلانه، يبقى عايز يتعلم، يبقى عايز يبقى عنده مستقبل، عايز يعرف. فاذا النهارده هيبقى اللي جاي ليها اللي حاببها، مش اللي مجموعه قليل هو دوبك جاب له سياحه وفنادق. فاحنا عايزين يبقى ليها اهميه. طيب النهارده هنعمل كشف هيئه زي اللي بيتم في كلية الشرطة بالظبط للتأكد من مظهر العام للطلاب ومدى رغبته في الالتحاق بهذه المهنة وهي العمل في مجال السياحة والفنادق. طب المواد الدراسية اللي هيدرسها ايه؟ المانوال الخاص بالفنادق. لكل شركة ليها مانوال وليها ستاندر، يبقى ده المنهج بتاعه اللي يتعلمه، لانه هيخرج بعد الدراسة صنايعي فني مثقف، يبقى لازم يعرف ايه؟ يعرف الستاندر في سيرفيس، يعرف الستاندر في كيتشن، يعرف الستاندر في ازاي يعمل تريتمنت مع السايح، ازاي هو ينشط الكلام ده، ازاي هو يعرف يبقى صنايعي، يبقى انا اخرج صنايعي. يبقى النهارده يبقى المواد الدراسيه هتكون المانوال الخاص بالفنادق، وتكون الدراسه عملي اكتر من النظري، تكون النظري العملي اكتر من النظري، يعني اللي هو تخصص مطبخ يدرس في المطبخ ال5 سنين بتوعه في المطبخ، سنة في الفندق ده، سنة تانية في الفندق ده، سنة تالتة في الفندق ده، سنة رابعة في الفندق ده، سنة خمسة في الفندق ده، ويتخرج صنايعي شاطر فاهم
معاه لغة، معاه تعليم جيد، معاه معلومات عامة عن المهنة بتاعته، يبقى المواد الدراسية هتكون المانوال الخاص بالفنادق، وتكون الدراسة عملي أكتر من نظري. ليه؟ عشان حيث يلتحق الطالب بقسم التخصص للعمل به كمتدرب، يبقى ده مش هيبقى طالب بالنسبة لي، ده متدرب، ده تدريب. بعد كده بيقوم الفندق بعمل حضور وانصراف، الاتندنس. بيعمل هو بقى ايه؟ الفندق بيعمل حضور وانصراف للطالب، وارسال التقارير الخاصة بحضور وانصراف الطلاب الى الادارة المختصة، اللي هي نعمل ادارة تتبع وزارة التربية والتعليم والمسؤول عن التواصل مع ادارة الفنادق دي. يجب اضافة نسبة الحضور والانصراف الى التقييم، وتكون نسبة من درجات النجاح لالتزام الطالب والجدية في المهمة المكلف بها. بعد كده بيقوم مدير القسم بعمل تقرير مهني اللي هو الإيفالويشن عن التزام الطالب في العمل وتنفيذ ما يكلف به، وأيضا سلوكه أثناء العمل مع رؤسائه وزملائه. ده تقييم فورما، إيفالويشن، يبعت منصلي للإدارة لإدارة التتبع بتاعته، عشان برضو أبقى الطالب كمان بيتعلم المهنة، وبيتعلم سلوك، وبتعلم كيفية التعامل مع الزملاء والنزلاء. طيب يبقى بيعرف يتعامل مع السائح. اجازات الطالب تكون يوم في الاسبوع حسب خطة الاجازات للقسم عن طريق مدير القسم ومدير شؤون العاملين بالفندق. احنا في كل قسم بيعمل فيكيشن بلان، خريطة اجازات، ده هينزل 3 ايام، ده ينزل اسبوع، ده ينزل امتى، ده امتى، ده امتى. هو من ضمن المجموعة اللي موجودة بياخد داي اوف في الاسبوع. العادي في المدرسة بياخد يوم الجمعة ويوم السبت، وفي الاخر بيطلع مش صانع حاجة ومش بيعرف حاجة. فالنهاردة في الفندق لا، بيتعلم مهنة، بيتعلم لغة، بيتعلم سلوك، بيتعلم اخلاق، بيتعلم سياحة، وياخد اجازة في الاسبوع زي طالب الشرطة، ما هو برضو بروح وتدريبه ويطلع عينه. طيب يتم عمل تدريبات لبعض المدرسين ليكونوا مدربين محترفين في تدريب الطلاب على المواد الدراسية مثل المانوال الخاص بالفنادق، وكيفية التعامل مع السائح، وأهمية السياحة للدخل القومي، ومواد أخرى تؤثر على تطوير السلوك والالتزام، وكيفية التعامل مع السائح، وكيفية حسن الضيافة. مدرسين، احنا خدنا الطلبة من المدرسة وديناها الفنادق، دلوقتي أصبحت المدرسة فاضية من غير طلبة وفيها مدرسين. طب نعمل ايه بقى؟ نعالج ايه؟ مدرسين دول هناخدهم نوزعهم على نكمل بيهم، نعوض بيهم النقص في التدريس في الاعدادي، في الابتدائي، في الثانوي، ثانوي عام، نسد بيهم احتياج المدارس للمدرسين. طيب كلهم؟ لا مش كلهم، احنا هناخد القدوة فيهم، هناخد الممتازين فيهم، اللي واخدين على كورسات، على نعمل لهم تدريبات، واللي بينجح بدرجات بكفاءة بناخد المجموعة دي يبقوا مهمة، ده فريق التدريب. احنا في الفنادق عندنا بنجيب مدربين من وزارة السياحة يجي يعملوا لنا يوم ولا يومين ولا 3 ايام تدريب في الشهر مثلا. فاحنا بدل ما نعين مدربين ونجيب مدربين، لا، المدرسين اللي عندنا دولت هناخد جزء نوديهم في المدارس، نسد حاجة المدارس للمدرسين، والباقي المتميزين منهم يبقى هم المدربين يجي يعملوا تريننج او تدريب للطلبة، مع كمان الموظفين بتاع الفندق في قاعات الفندق. طبعا المواد اللي هو يدرسها طبعا اللي هو زي ما قلنا كده المانوال الخاص بالفندق، وازاي يتعامل مع السائح، وأهمية سياحة الدخل القومي، ولو بيدرس مطبخ يبقى فيه معلومات عن المطابخ المختلفة، لو بيدرس إرشاد يبقى فيه الدول أو معلومات عن الإرشاد السياحي وأثرنا، وفين المعالم السياحية اللي عندنا، وفين المقاصد السياحية اللي عندنا، وفي المنهج الخاص بالإرشاد أو المنهج الخاص بالأغذية والمشروبات، المنهج الخاص بقسم الهاوسكيبنج، المنهج الخاص بقسم الفرنت أوفيس. يبقى احنا كده بنعمل صناعية في المطبخ وفي السيرفيس وفي الهاوسكيبنج وفي الفرنت أوفيس، بقى في عندنا ناس مثقفة مدربة عمليا 5 سنين. انا بقترح كمان ان السنة من فندقه يبقى 5 سنين مش 3.
لان بعد 5 سنين هيبقى عندي صنايعي شاطر شغال 5 سنين عنده خبرة وثقافة ومعلومة وتعامل راجل هوتيلير 100%. هنعمل خريطة بقى لتوزيع المدربين دولت وعمل خطة تدريب توزع على الفنادق عشان الفنادق تجهز القاعات الخاصة بالتدريب للطلاب وايضا عمال الفندق. طيب خطوة اللي بعدها الامتحانات. الامتحانات هتبقى ازاي؟ الامتحانات هتكون نصف سنوية زي المدرسة وهتكون عملي في الفندق ونظري في مواد المهنة المخصصة للطالب. وبعدين الفندق طب الناس دي اللي بتشتغل دي طب عايزة تقبض فلوس؟ ماشي، مع انه طالب هيدرس في المدرسة ومش هياخد فلوس، هيدفع فلوس ودروس خصوصية. احنا مش هنديله دروس خصوصية، احنا هنديله دروس خصوصية مجانية عملي تخليه يطلع يشتغل، يطلع يقف في مطبخ، يطلع يقف في مطعم، يطلع يقف في ريسبشن، يطلع في شركة سياحة، يبقى محترف 5 سنين بيتعلم عملي ونظري، بيعرف لغات، لان من ضمن خطة التدريب هيبقى فيه لغات، لغة فرنساوي، لغة الماني، لغة ايطالي، لغة روسي، على كل كل الجنسيات اللي احنا عايزين نستجلبها ونزودها عندنا لازم بنزود احنا الناس دي باللغات. اللغات دي كمان عشان ثقافة، عشان نعمل خلط بالثقافة واختلاط بالجنسيات. يبقى انا كده بعرف اتعامل مع الجست، انا بعرف اتكلم كويس لان انا مثقف واخد مواد عن المهنة بتاعتي، بقى انا بعرف اتكلم عن المهنة بتاعتي كويس، انا بعرف اتكلم لغات، بتكلم انجليزي وبتكلم لغة اخرى معايا. ان 5 سنين بدرس ده بجد وامتحانات بجد، مش مجرد حضور وانصراف وناس تحضر اسبوع او تحضر يوم وما تحضرش بقية الشهر. يبقى الامتحانات هتكون نصف سنوية وهتكون عملي ونظري في مواد المهنة المخصص لها للطالب فقط. هيقوم الفندق بدفع اجر رمزي للطالب لتحفيز الطالب على الاستمرار بالمهنة، مع ان الطالب ما بيقبضش من المدرسة بس هيقبض من الفندق اجر رمزي. طيب النهاردة انا راجل صاحب الفندق ده وذنبه ايه ما انا حمله 150 واحد ولا 200 واحد على القوة بتاعته؟ وذنبه ايه يتحمل مصاريف دي؟ انا اخصم الاجر الرمزي ده من ضرائب الفندق. المفروض ان انا عندي 100-150، ده انا بقى عندي موظفين كتير، يعني انا اقدر اعمل سيرفيس في كل المجالات واقدر اعمل سيرفيس كويس واقدر اوفر جودة في الخدمة بتاعتي بناس مثقفة مدربة. بعد 3-4 شهور هيبقى عندي فريق عمل قوي. يبقى انا النهاردة بقدر اوفر الخدمة كويسة، بقدر اعمل جيست ساتسفاكشن كويس، بقدر اعمل ويب سايت كويس، ببدأ الناس تتكلم عن الخدمات والكواليتي والجودة اللي انا بقدمها كخدمات. نرجع ثاني لموضوعنا بالاجر، يبقى الاجر الرمزي ده من يتخصم من ضرائب الفندق حتى لا يتحمل صاحب العمل اعباء اضافيه ولا تؤثر على ارباح صاحب العمل، عشان صاحب العمل بقى ما يزهقش من البرنامج ده وما يبقى فيه معارضات من اصحاب العمل، انت هتكلفني هنا وادفع مرتبات ومش مرتبات. لا مش مرتبات، احنا بنقول بونص هيتخصم من الضرائب. طب النهارده البلد خسرت الجزء ده من الضرائب، هيعمل لها استعاضة فين؟ استعاضة في ان نسبة السياحة لما تزيد الدخل ده اللي جاي ده بيزيد بيعوض الضرائب ده، زائد صاحب العمل بيدفع الضرائب بتاعته، زائد ان انا بخصم قسم حاجة صغيرة، جزء صغير من الضرائب دي بخصمها من ضرائب الفندق وانا بستعيدها تاني في لما حركة السياحة بتزيد. كمان في حاجة، النهاردة حركة السياحة ما تزيد ويبقى الشغل اللي موجود، يبقى في انت عايش في الاسواق وانت عايش في حركه البيع والشراء وانت عايش في السياحه، يعني كده في فلوس بتتداول جوه السوق المصري، معنى كده ان كل واحد بيبيع بيدفع ضرائب. طيب يبقى النهارده كده صاحب العمل هيبقى ملزم بان الوجبات والزي اليونيفورم الخاص بالمنشاه، يبقى هو بيدفع الوجبات. طبعا الطالب في المدرسه مش بياكل، او بياكل بيروح يجيب سندوتشات او بياخد من اهله فلوس عشان يروح يجيب اكله، النهارده الفندق بيوفر له اكل، بيوفر له يونيفورم، مش عايز لبس المدرسه بيروح هو بيجيب لبس المدرسه بفلوس قد كده، لا احنا هنجيب له لبس الفندق اليونيفورم على حساب صاحب الفندق، لان النهارده كلنا بنساهم، صاحب الفندق بيساهم والإدارة التربية والتعليم بتساهم ووزارة السياحة بتساهم وكل فرد فينا بيساهم في إيه؟ في إن مصر تفضل في القمة.
يبقى كده أكبر عدد سياح عندنا. طيب النتيجة بقى إيه؟ إيه النتيجة من البرنامج اللي إحنا قلناه ده؟ أول حاجة بعد 5 سنوات دراسية عملي بالفنادق مختلفة هيكون عندنا جيل محترف مهني ومثقف. رقم 2 هتتوفر الأيدي العاملة، ما عادش فيه دلوقتي ان احنا بنقعد ندور على عمال ونجيب اي حد ويجي يقعد يومين ويمشي والكلام ده، لا ده ملتزم معاك 5 سنين وبعد 5 سنين هيكون خلاص شرب الصنعة وشرب الالتزام ومعاه لغة ومعاه معلومات عامة عن المهنة. يا عم ده بتاع الكوالين لو في اوروبا عشان يشتغل يفتح كالون بيروح يدرس وياخد شهادة ان هو درس ازاي يفتح كالون. طب النهاردة كل المهن اللي عندنا احنا مش بندرسها، بندرسها نظري وخلاص، انما الدراسه دي عملي في مجال التخصص في موقع التخصص، يبقى بتتوفر الايدي العامله المتدربه وبخبره في المهنه ما يمكنه بالعمل المحترف فور التخرج مباشره. يبقى النهارده انا كبقى عندي فندق والناس دي عندي كده انا هعينها عندي لان ده خلاص هيبقى عندي، ده انا هصدر عماله محترفه كمان للخارج. رقم 3 بالتعليم العملي في مجال التخصص سيكون هناك خبرة في فن التعامل مع السائح وكيفية توصيل حسن الضيافة. يبقى النهاردة كمان ده احنا كمان بنصدر منتج سياحي جيد يتكلم عن مصر بطريقة جيدة. طيب هينتج عنه ايه؟ زيادة اعداد السياح لمصر. ايوة اعداد السياح هتزيد، وما ينتج عنه من زيادة في الدخل القومي. صح، برضو الدخل القومي يزيد، عدد سياحة اكتر، كله بيدفع، وتوفير العملة الاجنبية وتوفير العملة الاجنبية. يبقى احنا كده ايه؟ 5 رواج في الصناعة والتجارة. ليه؟ بتزداد التوريدات للفنادق والاسواق المصرية، رواج في انشاء الفنادق والمنتزهات، ورواج في سوق العقار بجميع مشتملاته. هيحصل رواج؟ اه هيحصل رواج، عدد سياحة كتير، يعني عايز ابني فنادق، انا عايز ابني محلات، عايز ابني مطاعم، عايز ابني مقاصد سياحية، عايز اوسع في البلد، عايز اروح لكل المناطق السياحية. زيادة في ارباح المنشآت السياحية طبيعي، ما النهاردة بدل ما انا شغال بيكوبينسي 40% و50% لا انا اشتغل بيكوبينسي 90% و95% و100%، يعني معنى كده ان انا عندي الفندق مفول، يعني انا عندي انا بكسب